البدري سامة دليلة إيهاب عباس راكس سامة عشان حقوق الأجار اسمع الكلام ده يا العملاء يقسموا اللقمة بيناتهم لا بيحسدوا لا بيشتغلوا قوادين اي والله الناس اتطلعت خطابات في القرى والمدن وبيقولوا نحن واحنا واحنا ما عندنا وبيبرروا ما تبرروا والله ما تبرروا والله ما تبرر احنا بنقول لك قسما بالله ما تبرر خليك تبرر شنو انت ما شلت الشيله خليك شايله ما تبرروا لنا العمالة ما دايرة مبرر ولا دايرة لازم يطلع يبرر ولا تحكوا لنا قصص ما بتاكلوا معانا خلاص القصة انتهت حسمت هاي المبررات ما بتخدم القضية خلاص ما تطلعوا تبرروا لنا والله نحن تعاملنا معاهم عشان كده والله انا تعاملت عشان كده والله نحن دايرين نحمي والله لا ما بنقتنع نحن والله العظيم طالما في دم وطالما في اختصابات وطالما في سرقة أم الغرة إن شاء الله كيكل يحميكم إن شاء الله كيكل يحميكم منهم ان شاء الله كيكل يحميكم مبروك قال امس معاكم ان شاء الله يحميكم ابقى راجلكم ويحميكم ابقوا قدره السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلوات والتسليم ادونا شير يا جماعه ان شاء الله شير واحد في كل صفحه
مستحيل الناس يشاهدوا 2000 3 وتيجي تلقى شير آلاف ألف وحاجة. في ناس بتحضر ساي، الناس اللي بتحضر ساي دي منو يعني؟ أنا تاني بعمل لي دفتر براجع الشير يا جماعة، مستحيل يا جماعة ادونا شير عشان اللايف يثبت عشان الصفحة. يلا يا جماعة ادونا شير، نديك شغل الخرطوم الطاعم وشغل مدرمان الطاعم وشغل شرق النيل الطاعم، وبشركم بحياة العمليات في شرق النيل نزلا. يدينا ادينا الشير. اولا حاجة كيكة لمس كان في ام الغورة ما شاء قال لهم احنا حنحميكم، انت ازالوه ولا تحمينا من منه؟ ازالوه سؤال، انتوا قبل ما يجوا الجنجويد كان في حرامي؟ كان في زول بيجيكم بيقول لكم ادونا عربيتكم؟ كان في زول بيجي يغتصب حرائركم؟ ازالوه السؤال ده ولا تحمينا من منه؟ انت داير تجي تحمينا من منه؟ انتوا ما فيكم زول بيفهم؟ ما فيكم زول كده عنده وعي؟ طالما قال لكم انا داير احميكم وانتوا فرحانين. في ناس ما كلهم ملغورة جماعة معروفين بالاسامي، منزلين عندنا لسته. كنتوا تزعلوا تقول انت داير تحمينا من منو؟ ما عشان ما تجيني تقول لي والله وقعنا معاهم حمايه وحمونا، احميك من منو؟ ده السؤال. هل قبل ما يجوك الجنجويد انت كنت عايش في امن وامان ولا عايش في رعب؟ كانت بتسرق سيارتك، بتشال حاجاتك من البيت، بيقول لك ادينا ذهبك ادينا بضاحتك، كان في الكلام ده؟ كان ما في. طيب لما نجي يوقع معاك يقول لك احنا دارين الحمايه، فيكم راجل بيقدر يسال السؤال ده؟ اقول له يا كيكل كيكل افندي، انت دار تحمينا من منو؟ من نفسك؟ انت داير تحمينا من نفسك ولا من منو؟ ما انتوا كنتوا عايشين في امن وامان، كافيين خيركم شركم، لا في سرقه لا في نهيب، عرباتكم طالعه نازله. هل الدوله كانت بتشيل عرباتكم؟ هل الجيش كان بيجي يغتصب حرائركم؟ هل بيوتكم كانت امنه؟ امنه. طيب الان في شنو؟ في حراميه جابوا منو؟ ناس كيكل. طيب لما انت جيني تقول لي والله نحن وقعنا معاه عشان يحمينا، انا بعتبرك شنو؟ انا اديك اقول لك انت شنو؟ قول انا وقعت معاه عقد بتاع زواج يتزوجني، بالعقد ده ممكن يركبنا واحد واحد، انت قول لي الكلام ده انا كده بصدق، لكن انت قول لي عشان احنا وقعنا عشان يحمينا، يحميك من منو؟ ده الناس ده الناس اللي ارهبوك، ده الناس ودي الهون ذاته الناس كيكل. كيكل ما قدر يحمي بيوتهم في رفاع، ما قدر حمى بيوتهم في رفاع، ما قدر حمى بيوتهم في غرى رفاع، اجي احميك انت؟ احميك انت؟ يا اخي انت مستحيل، انت كده مش شرعي. انت طالما اديته مجال خدت رجله في المنطقه، ابشرك 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 ابشرك، خدتها مني والله ابشرك، ما تقول لك بيحميك، والله بيطلع بهنا بجوك بهنا. ديل ما عندهم حاجه الا السرقه والنهب كده وكده كده. لكن قصه كيكل دار يحمينا وكيكل دار يسوينا وكيكل دار يعمل لنا، ده كله كلام ما عنده قيمه. ازعل الناس اللي قبليك، ازعل اهله، هذيلك بتوجعوا بتوجعوا في رفاع نسابته وفي الغوره بتاعته، بتوجعوا وبتألموا كل يومين ثلاثه داقين لي جلحه، يا جلحه يجي يدق لي جلحه قدامهم يغشهم، ونحن ومتفقين متفقين. هو تربى على شنو يعني؟ هو شنو كان وزير؟ كان قاضي؟ كيكل كان شنو؟ امام جامع؟ ما هو كان قطع طريق، كان حرامي، كان مراسي، ها كان شنو يعني؟ وزير شنو يعني؟ دي ما اخلاقه. وانت تقول لي والله اختلفوا، ما الناس دي لو اختلفوا بيختلفوا في انت كده وانا كده، لكن ما بيختلفوا في منهج السرقه، ولا بيختلفوا في منهج الهمبته، ولا بيختلفوا في منهج اذيه الناس. اي ما هذه قدامكم اهلنا في الهلاليه وقعوا معاهم، هذه لك والله بيعانوا الامرين، وبيعانوا الامرين ناس شويه من الناس في مال الهلاليه كلها، شويه من الناس معروفين
فلان وفلان وفلان ومنسوبين لناس محددة وقعوا معاهم تعايش. هذيل كم يشوفون يا جماعة؟ عندكم الناس في الهلالين وقولون شوفوهم بكرهوا اليوم الوقعوا معاهم فيه. بيوت استرقت، عربات استرقت، دكاكين استرقت، أسواق استرقت، أي حاجة عندهم استرقت. ليه؟ يا جماعة ده تغاومه بيعرفك، بيفهمك، بيبعد منك، تدي على راسه بيحترمك، تركع بدوسك، تسلم بدوسك، دي الحقيقة. عشان كده ما تجينا تقول لنا والله أنا وقعت وقعت وقعت. شنو؟ مثل الأمم المتحدة؟ خلاص ده عنده أخلاق عشان توقع معاه؟ خلاص ده القاطع؟ انت كده قول لي انا دار استسلم، انا دار ارفع يدي، لكن ما تقول لي انا وقعت وبيحافظ علي ويحافظ علي. وين احافظ عليك؟ والله العظيم والله شوف علوم عمرك ما شفتها. هذيك الغرة عايشه بشرفها ورافعه راسها بتقاوم، استشهدوا منها اثنين ثلاثه اربعه، في النهايه رافعين راسهم بيقاوموا. ما لانوا ولا استكانوا ولا سلموا ولا خضعوا ولا اخذتوا يدينهم في يدهم. هذيلك عايشين ما في حاجة. الآن انتوا هناك والله العظيم. عشان كده بقول لكم يا 17 جواد سكن 700، أصحوا ووعوا، ما تشتغلوا للناس العلاقة اللي معاكم، قولوا بسم الله الرحمن الرحيم واطلعوا طلعة رجل واحد، قسما بالله دي الأجبن ما يكون. أزالوا الغرة، أزالوا أهلكم في الجزيرة هناك، عملوا شنو الناس دي وين؟ والله العظيم عملوا فونا ما بتعمل، والله خلوني يتجاهروا بالترع. فوقوا يا ناس الهلالية، فوقوا. الهلالية ماضي تاريخ. الهلالية بدقوا لها النحاس وبغنوا لها 17 جواد سكن 700. الهلالية رجالة وابطال وفروسية. الهلالية عمرها ما بتخضع. فوقوا، اطردوا العفن، اطردوا النجوس، اطردوا الرمم اللي معاكم. التاريخ ما بيرحم. ديل والله يدوسوك، والله تتمنى الموت. تقول يا ريتني لو ما عملت ويا ريتني لو ما سويت. بس دي رسالتي لك. نمشي نشوفها يا جماعه الليله. الليله يا جماعه طبعا مدرعات من الصباح الناس دي هاجموها، 500 جنجويدي عليهم كم 50 تاتشر، عليهم دبابات، عليهم هناي لموا جبل الاتجاه الجنوبي من بدري 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 انجقموا. مبروك مبروك. لكن انا زعلان، أنا زعلان. لنا كم شهر ما في هجوم كثير. الليلة الآن بدوا يهجموا، معناته بدأ إمداد يدخل. في تقصير، في تقصير في القيادة. انتهيت. نجي الشقلة. قبل أيام جابوا دبابات، جات معلومة رسلناها. الدبابات دي بتجي لافة وماشية وطالعة من وين وين، وتجي ماشية ويجيبوها ولا في ولا بتضرب. لما تقعد وتمشي تضرب حتين بعد شوية يجي يقول لك إحنا ضربناها وجغمنا الدبابات. الشغل دني، الشغل دني. بيطمن ما بيطمن، انتصرنا الليلة انتصرنا، لكن احنا بعد 9 شهور وقت احنا بننتصر للآن بنلقط فيهم، معناته في شيء غلط، معناته الناس دي فاتحين الدرب، معناته الامور فاكة، معناته الشغل ده دارين يستمر كده، دارين يطول الناس دي. ودي دي الحقيقة، دي الحقيقة. الآن انا نزلت لك فيديو، الفيديو ده فيه طيارة، الطيارة دي بتنزل في حاجات جاية من اتجاه معروف وين، جنوب نيالة ولا شمال نيالة ولا غرب نيالة ما متأكد. وين الطيران حقنا؟ وين ناسنا؟ وين المراقبة الجوية؟ البلد دي قاعدة سايسة، ما في زول بيقدر يقول للامارات، ولا في زول بيقدر راجل يفتح قدومه فوق. دي المفروض والله العظيم دي المفروض ما يقعدوا، دي ما امينين على الدولة السودانية. يا جماعة الطيران بيجي وينزل، أمس نزلت أسلحة ونزل تاتشرات ونزل كل حاجة بالطيران الكثير ده. الناس زي بيجهزوا أنت، أنا بقول لك أنت لسه أنت، إحنا بننتصر والانتصار ده بتاع شوية بتلقى ما في. أنا بقول لك الحقيقة عشان ما تقول ما كلمتك. بكرة متحركين 7000 من الضعين. أنا قلت الكلام ده، سجلوه وقطعوه وانشروه في الدنيا كلها، لأن إحنا تعبنا والله. 7000 متحركين بكرة من الضعيف، 7000 جنجويتي، والله حيصلوا. أقول لك ما بيصلوا، أقول لك كذاب، والله بيصلوا.
حيصل. ليه؟ لانه عندنا طابور فوق بيقول لك ما في خونه، والله ده كذاب. قال بيقول لك ما في عمله فوق، والله ده كذاب. لو في راجل ودرجان الطيران ده ما بينزل في السودان، ولا بخلوا لون عتو تخش من تشاد. اقسم بالله تشاد دي تدق طيران لما الله يغفر ليها. ليبيا تدق طيران لما الله يغفر ليها. لكن قاعدين يتفرجوا ويقول لك ايه؟ الحرب تقيف كيف؟ ننتصر بمنو؟ بالبرهان؟ بالحسيني؟ باللسه ماسكين غرفه السيطره؟ والله كذاب. والله العظيم طالما الطيران بينزل للان، وطالما الفاتحه ليبيا، والان قلت لك الخريف بيقيف، اديتك قلت لك الخريف لما يقيف حتشوف الناس ديل كهرات كهرات ماشيين، وهذول خريف وقف، وحتشوف بعينك كلامي. بكره من الضعين متحركين 7000، المعلومه جبتها حقيقيه من الضعين جوا. جهزوا وودعوا حالهم والساعه كده بتلاقوا، ادو قلت المعلومه، قلت المعلومه من الضعين بكره متحركين 7000 جايين الخرطوم، واحتمال يودينهم الجزيره. جهزوا لهم عرباتهم، جهزوا لهم عرباتهم جاهزه. الخلل وين؟ ما احنا في 9 شهور، كل مفروض فتره الناس بتغيم، كل فتره الناس بتغيم بتتكلم. الان الاعلام الاسرائيلي بيتكلم عن شنو؟ عن فشل الحرب، فشل الحرب، بيتكلموا عن فشلها. ليه؟ لانها ما حققت اهدافها. في ناس طبالين سمحتهم بيطبلوا لنتنياهو، وقالوا نتنياهو كويس يقعد، سمحت زول يتكلم عنه؟ ما في، ما حققت اهدافه. يمشي الان 9 شهور، اقعد يا مؤسسه عسكريه، ما هو مستحيل تكون مؤسسه وبتكلمون عن مؤسسه والمؤسسه ماسكه فرد هو اللي بيتحكم فيها، تبقى دي ما مؤسسه، تبقى ما عندها علاقه بالمؤسسه، ما هي مؤسسه. مؤسسه دي عندها منظومه بتاعت اداره، منظومه بتاعت محاسبه، منظومه بتاعت سؤال. مفروض الان يكون في سؤال 9 شهور، واللجوء السودانيه فاتحه 9 شهور، والخرطوم مستباحه 9 شهور، والحدود مستباحه. المسؤول منو؟ نحن نحاسب منو؟ نقعد نتفرج نقول لا لا ما ننتقد؟ لا لا لا، انت منو انت عشان ما ينتقدوكم؟ انتوا رسل؟ انتوا ملائكه؟ انتوا بشر؟ انتوا بشر. الان راجعوا، انتوا لا قاعدين تراجعوا، لا قاعدين تتكلم، ما عندكم اي حاجه يا جماعة، ما في شيء. الآن الطيران أمس طيارة كبيرة نازلة، قالوا الحدود فاتحة، فاتحة والله أكلمك وأقسم بالله إن جات 100 طيارة تخشني أنا، والله العظيم تتفاجأ يوم من الأيام لو استمرت بالطريقة دي، أقسم بالله تتفاجأ باكتساح عمرك ما شفته، لا سمحت به لا رأيته في الدنيا. أنت حتتعب، أنت قاعد في بورسودان ده أقرب طيارة وبيركب بيمش، ضاعت ما ضاعت ما بهمه في النهاية، خلاص فشل، ما عادي دي فشل. لكن أنا بقول لك الكلام ده لأنه أنت بيمسك أنت بعدين، أنت ما بتلقى لك بلد. يا جماعة في حاجة غلط، في شغل غلط. المؤسسة العسكرية مفروض تقوم بالتزاماتها وتراجع، تشوف وين الخلل، تشوف الناس زي اللي بيخشوا، تشوف الناس زي اللي بيزيدوا. الآن وقفنا الخرطوم فاضية، ما في أي هجوم لنا كم؟ 4 شهور، 4 شهور ما في هجوم ولا في حاجة. الليلة ظهر في حاجة غلط، حجيني تقول لي ما في حاجة غلط؟ أنت كذاب، في حاجة غلط، في شغل غلط، في شغل ني، في عميل فوق، في منظومة بتاعت عملاء، في منظومة، ما واحد ولا اثنين، منظومة. المنظومة دي لو بعدت من الجيش، الجيش بينتصر، مكتفين الجيش. أنا قبل قلت لك الجيش ما مشكلته سلاح، ولا مشكلته ذخيرة، ولا مشكلته أفراد. الجيش عنده كل حاجة، مشكلته شنو؟ القرار. القرار محصول بين اثنين، بين نفرين، ما تسمع كلام في غرفة بتاع كذب،
ده بيقولوها للضباط، وفي ضباط بيطلعوا يقول لك ما في الان لنا 9 شهور، في اخفاق في اخفاق في اخفاق في اخفاق، طالما في طيران بينزلوا عينك يا تاجر في اخفاق في اخفاق، طالما في ناس بينسحبوا من المدن في اخفاق، طالما الليله دبابات بتجي ويجيبوها لما نوصلوها وينزلوها والاستخبارات ما تشوفها في اخفاق. كيف ما في اخفاق؟ في اخفاق. حربات راجمات اسرائيليه بتجي من برا يجيبوها وتخش ليه هنا وتمشي تحت الكوبري بتاع شنبات وتضرب بهناك. اخفاق راجم الليله بين الحديقه بتاعت الحريه وبين المستشفى هناك بتاع شرع العلامه، قاعده بترجم في القياده العامه، في اخفاق. المزول منه؟ مزول القياده فوق، السيطره المفروض هي اللي تامن. تحت الجيش شغله 100%، لكن الجيش ارهقه تعبه، والله العظيم تعبه وارهقه. انا قلت لك قبل اليوم لما تيجي تحافظ على الانتصار وتحسم لك معركه بتامن برا، لما تامن برا لو ما حاربتها لو وقفتها المعركه خلصانه. ليه؟ لانه ديل مع استمرار الزمن والوقت بيفقدوا الرصاص، بيفقدوا الاكل والشراب، بيفقدوا التشوين، كله بضيع. انت بتقعد تحرس ليه والداخل وطالع وداخل، وبكره 7000 بكره متحركين من الضعين، 7000 بكره متحركين اتفقوا رسمي. طالما في حواضن زي ديلك وانا قاعد مكتف يدي، من ما بيجي يسرق منها ما سايبه بهنا سايبه. الان يقولون الجزيره فاتحه، الان يقولون جنينه وغفيره ميت ولا نايم، الان بيجي كل الجماعه ديل الحواضن دي كلها بتيجي تسرق. طالما في حواضن وفي هناك انا لازم يدرسوا الخيار، لازم يعدلوا، لازم يشوفوا الغلط في منه. مستحيل يكون ديل قوات بتاع دوله سودانيه، ديل هنا اللي لبسونا الحيطه، ديل اللي وصلونا المرحله دي مع القحاط، ديل اللي خلوا حميدتي يتمكن، ديل اللي كانوا بحيوا حميدتي، ديل اللي كانوا بيتوسلوا لحميدتي عشان يودونا السعوديه. دي حقايق. طيب ديل ممكن يجيبوا لك دوله؟ والله ما بيجيبوا دوله، فشلوا. فشل الان، فشلوا ديل الفوق. في اخفاقات كبيره جدا جدا جدا، لكن احنا ما عندنا، عندنا مؤسسه اسما. لكن المؤسسه دي مسلطين عليها جماعه بالعدد. لان المؤسسه لو شايفه التزاماتها كانت حاسبت. وكانت وقفت وكانت اتكلمت وكانت قالت. والمؤسسه دي ما يصير مؤسسه عسكريه لها 100 سنه، ما يصير. المفروض المؤسسه دي يكون عندها اقوى، تكون عندها سلطه اقوى من البرهان. المفروض يكون عندها سلطه اقوى من البرهان. كده لما نكون كده وبنفس الطريقه وما فاهم حاجه والبلد ماشي له كارثه، هنا الدوله ما بتحتمل لك تعليمات ولا بتنتظر لك انك تقعد تنتظر لما ربنا يحين عليك قوم اعمل لنا حاجه. هنا المؤسسه بتتحرك تحرك المؤسسه عشان تصحح الخطا. لكن ما تقنعونا تقول لنا والله نقعد كده البلد حتجي كده والطريق مفتوح. والله الا كان اكون ما بفهم، والله الا كان اكون ما بفهم. مستحيل البلد تجي كده والطرق كلها مفتحه والطيران الاماراتي نازل في بلدنا واحنا نتفرج على الامارات وهي بتدمر في بلدنا والناس بيموتوا بسببها واحنا قاعدين نعاين ونتفرج والقياده قاعده تعاين وتتفرج. ما فيهم راجل بيطلع يتكلم يقول لك الامارات ما بيطلع يدين، ما بيطلع. عشان كده الناس يا جماعه لو دايره الوطن ودايره تمشي لقدام تقول الحق. نزلنا الفيديوهات الليله نزلناهم وجغمناهم، لكن الجغم ده المفروض ثاني ما يكون هنا. الجغم ده ثاني ما المفروض يكون هنا، دي الحقيقه. الليله جغم بعد 9 شهور وقدام المدرعات بعد ما الناس اللي انتهوا كملوا والمناطق بقى امنه وما في اي حاجه، الليله ثاني يظهروا، معناتها في خلل كبير جدا 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 جدا. معناتها في شغل ثاني. ما دي الموجه الاولى خلاص ثاني حتسمع النغمه دي كل يومين، هجموا على المدرعات، هجموا على القياده، هجموا على المهندس، حتسمع النغمه دي. حنقعد ناخذ نكتف يدينا وننتظر؟ مستحيل مستحيل مستحيل. لانه ناس برهان ديل عارفين الطياره نزلت دي مفروض يضربوها في الجو، مفروض يضربوها في الجو. لو عندهم ذره تحت اخلاق يضربوها في الجو.
لكن لا لا وين يضربوا منه تحت الكفيل؟ والله ما يضربوا تحت الكفيل، والله لو جابت نووي ما يضربوا. دي حقيقة والله. يبقى كده بلغنا بلغنا مش ضربوا جنب ناس المنطقة ذاتهم، قال لنا والله الطيارة ما ضربت المدرج، ضربت جنب المدرج ومشت، عملت الواجب عشان الناس ما تتكلم. طيب حننتظر كده؟ والله العظيم ما في دولة، ما في ما يقنعوك، يقول لك والله اللي لا عايش اشتغل الجيش لقف قياداته. شنو يعني؟ احنا شنو؟ ثلاثة دبابات دي هنا او مدرعات، وثلاثة دبابات دي هناك، الشقلة ستة دبابات، جابوها من وين؟ نقولها من وين؟ جابوها من وين؟ ما سؤال، جابوها من وين؟ ونقولها بتين؟ وين الاستخبارات؟ وين؟ البلد فاق كساي. دي الحقيقة عشان الناس تكون عارفة. الآن العيب ما في الجندي، الجندي ده مادي وظيفته، العيب ما في العيب في الخطة اللي من فوق، العيب في الناس الفوق. المشكلة في القيادة، المشكلة في هيئة الأركان، المشكلة في الناس النايمة، الناس اللي ما عاملة أي حاجة. المشكلة ما في قانون طوارئ، بصات داخلة مدن، بصات شغالة بين المدن تنقل في المتمردين، تدخل فيهم المناطق العامة، يجيب من برا بساطة طيب مليانة شباب بيجوا ماشيين من برا ومعاون عوائل ونسر عديد، بيجوا الآن بيجوا من الحواضن حقتهم بتجي معاون الأسرة عشان ما يشككوا فون الناس. الآن اللي بيدخل الخرطوم شنو؟ الخرطوم أمنة عشان تجي أسرة من برا مفروض لا، بيجوا بساطة مليانة فتل بيجيبوا معاون أسرهم، ودي حقيقة شوف العين. بيدخلوا أسرهم بيدخلوا، بعد شوية بيمشوا النسوان بيمشن بهناك يسوون الشاي ويدخلنا الهناي ويسكنون في بيوتنا، ودير بنطلقوا في المعركة. الكلام ده نقعد نعمل نفسنا ما شايفينه ونقعد ندسدس ونقول والله بتتصلح؟ ما بتتصلح برا، ما بتتصلح والله يا برهان، ما بتتصلح. لو جغمنا ولا ما جغمنا وكتلنا ما بتتصلح، انت المشكلة، المشكلة انت يا برهان. احنا كل يوم بتتضح لنا بين كل ساعة وساعة انك انت مشكلة، انك انت مشكلة، مشكلة كبيرة جدا جدا للمؤسسة العسكرية وللشعب السوداني ولنهاية الحرب. انت المشكلة، انت اللي انت التقالة، انت المشكلة حقتنا الان الرئيسية. لو احنا دارين نعبر وننتصر لازم انت لازم تمشي. دي ما فيها مجاملة، ما عندك ادينا سبب واحد يخليك تقعد قول لنا اطلع نبزني انا وقول لي ده السبب. ما عندك سبب، ما عندك الان اي سبب يخليك تقعد في الكرسي ده، ما عندك سبب يخليك تقعد. يا اخي انت ما قادر تدين الامارات يا اخي، الامارات دي يا اخي الحوثيين طياره واحده الدوستلو اليوم ثاني ما فتحوا خشون يا اخي. ما تبي تطلع ميتين يا اخي، نزل ما طلعوا ميتين. الشعب السوداني قاعد تتفرج على شنو؟ هل بيخليك تتفرج شنو؟ ما في سبب يخليك تتفرج الا انت معاهم. مستحيل طياره تجي وشحنه سلاح وتنزل وتنزل وتفضي وتمش ثاني تجينا تقول لي انت داير لنا خير؟ والله كذاب اللي بيقول كده، والله انت الشر ذاته، والله انت محور الشر. دي الحقيقه، مستحيل تجينا تقول لي انا حارس البلد. البلد ما محروسه، البلد قاعده ستام، البلد فاتحه، البلد ديقت كل مرتزق العالم جايين، كل حتات البشر جايين. الان في 35,000 35,000 في ليبيا يتخرجوا جايين، 35,000. انا بقول لكم والله العظيم، انا ممكن ما اكلمك لكن بقول لك الحقيقه، سودانيين قلبهم حار شافوا هناك في ليبيا، دخل لي في التيك توك يتواصل معي في الخاص، قال لي هذول معسكر 35,000 جابوا لنا العربات الان بيركبوا في الدوشكات وجايين وين؟ قلت قال لي والله جايين السودان ومعه اولادنا، اولادهم ذاتهم معهم. قال لهم مودينا السودان وين؟ الشماليه. 35,000 طيران مسير هناي، وده قاعد حارسهم لما نجوا. معقول احنا نخلي بلدنا لزوز ده مرضي ده بيعنا؟ اقسم بربي الذي خلقني ده اهله كلهم سافروا، انا كذاب، انا كذاب ازعلوا ناشندي، قول لهم اهل البرهان فيهم زول فضل بيقول لك ما فيهم ولا نفخ النار. اخر ناس سافروا قبل شهر طلعوه من الحصه. انا بقول لك الحقيقه، الزول ده ما عنده حاجه، الزول ده اخره بتلم البحر ويمشي.
واحنا بنبقى نواجه في ظلام. دي الحقيقة. الناس دي الآن 35,000 في ليبيا جاهزين، 7,000 بكرة متحركين. هنقعد نستنى لحد ما يهجموا على ولاية ولاية، لحد ما يجوا يجيبوا ديلك من ليبيا على ديل من هنا، يهجموا على الولاية وسقطوا ولاية سقطوها، واحنا قاعدين مكتفين سايبين البلد مع ديل. ما الكلام واضح يكون، يا نطلع نخليها يسلموه عادي، كل زول يطلع يقول للبرهان ده اقعدوا معاه. مؤسسة عسكرية، مستحيل تقول لي ده شغل عسكر، مستحيل تقول لي دي خطة، مستحيل تقول لي انت دار تنتصر، والانتصار قرب بشنو؟ بشنو الانتصار قرب؟ بالحدود الفاتحة؟ بالتشوين الماشي 24 ساعة؟ بالخرطوم الخرطوم المفتحة؟ يا اخي الكوبري بتاع الجبل جنبكم طيارة مسيرة ولا ميج ممكن تشيله برا. هذيلك بيقطعوا بيه العربات وبيخشوا بيه، كلهم بيجوا بيه من الغرب بيخشوا بيه وبيطلعوا بيه. في مشكلة كبيرة، في مشكلة كبيرة خلاص. لأنك أنت ما تقعد تقول لي والله العظيم إحنا وجايين، ما معلش يعني لما أنت تكون دار تنتصر، أنا بشوف بعيني التأمين بتاع البلد، بشوف البلد ما دخلتها حاجة، البلد كانت واقفة الخريف، الناس ديل ما عندهم أي دخول ولا عندهم حاجة، كانوا واقفين. الآن الخريف انتهى، الآن حتشوف سيول بشرية. لو ما الدولة اتعاملت بحزم والطيران ده بعدهم في الطريق، والله أنا بقول لك وخدتها مني، والله سنجة تسقط وسنار تسقط والدمازين تسقط والقضارف تسقط وكسلة تسقط وبورسلان تسقط. أنا بقول لك الحقيقة، الشغلة دي ما دايرة لعب ولا دايرة لف دوران ولا دايرة فيها مجاملة ولا دايرة تجامل لك قبيلة. أنا بمشي لهم في الطعين قبل يطلعوا، بنتهي منهم والله بمسحهم على بكرة أبيهم، لكن بقعد أتفرج حارس البلد. الكلام ده كده غلط والله. المؤسسة العسكرية، الناس دي احنا نمش وين؟ الوطن احنا قلنا ما صدقنا، خلاص انت وصلت مرحلة اما انت لقيت الطريقة بتاعت فتحوا لهم لولاية الجزيرة، الدور ولاية الجزيرة، ما ادوا لهم الرجالة ولا قلعوها رجالة ولا قلعوها عتاد ولا قلعوها قوة، قلعوها ادوا لهم تسليم مفتاح، معناته عندهم الناس بيساعدوا فيهم. يعني الليلة لو مشوا القضارف دقوا يومين، انا طوالي بقول له الناس القضارف اقنعوا، لانه الناس ديل ما بيمشوا الا بمعلومه، الا تجيهم معلومه تمشوا حتستلموا، تمشوا حتستلموا. لانه حتى القحاطه لما ديل يتحركوا عليه مدني كلمونه وكلموا الاولاد، شكلوا جروباته وقال لهم جايين الناس ديل وحيدخلوا، يعني ثقه تامه. الان الناس تتكلم صح، الناس تقيف. عندنا واحد واحد، كل الناس الآن بيتكلموا عن واحد واحد، والناس كل الناس ادعت وطالعة، ما في وقفة في مكانك. واحد واحد قدام، شيل تشوينك في ظهرك، سلاحك قدامك وانت ماشي قدام. اي جنجويدي، اي شبه جنجويدي تبله في الشارع، ده الناس كده البلد بتجي. لكن نقعد نحرس، معقول انت حارس برهان؟ انت لاس، انت ما انت لاس، انت خدت في برهان ده انه يجيب لك دولة؟ برهان ده يا اخي، برهان ده قبل ايام يطلع قرار قالوا حميتي ده يقبضوه يجيبه، فرضا حميتي ما ميت ماشي يلاقي، وهم طلع فيه قرار انه يتقبض. تفتكر برهان ده ممكن يوم من الايام يجيب لك دوله؟ ما بجيب لك دوله للاسف، للاسف يا جماعه، للاسف ما بجيب الدوله. احنا لو ما وقفنا في دولتنا ووقفنا وحرسناها بتضيع الدوله السودانيه. الدولة السودانية كنا بنقول لك بتضيع بتضيع بتضيع. الخطر للآن، الخطر الآن أكثر من أول، لأنه التهديد بقى ليون شديد، لأنه خلاص مرحلة الانتصارات جات والناس ديل فضوا وانتهوا. الجنجويد الأول ديلك ماتوا، والبعديهم ماتوا، والبعد بعديهم ماتوا، والبعد بعد بعد بعديهم ماتوا. الناس اللي لسه بيكاتلوا ديل نوع جديد جايبينهم كرت. الآن في 35,000 جايينك جاهزين مويه ونور. الدولة هنا دورة وين؟ لا خارجية بتتكلم، لا برهان بيطلع يتكلم، لا بدي رسالة للدول البر أننا حنضربكم ما في. قاعدين مبلطين، ولا كأنه السودان الآن بتنتهك حرماتهم، ولا كأنه في حاجة. مباري لنا الكلام الفاضي، الكلام اللي ما عنده أي قيمة، وقاعدين قاعدين والله كأنه مدن دي ما سقطت، وكأنه الجزيرة دي ذاته ما دايرين. أدوها ليهم شنو الجزيرة؟ أدونا الجزيرة شنو؟
ادونا الجزيره دايرين سنار، ادون سنار شنو؟ احنا ما قاعدين في بورسودان وهذه جنبنا نهر النيل وخلاص، ادونا دايرين شنو؟ ادون مستحيل. عشان كده واحد واحد الغيامه، واحد واحد وطنك، واحد واحد ما في وقفه، لو وقفت معناتها نفس البرنامج ده خير ما تطلع. الدائر من نفسي واحد واحد تطلع وكل دول يطلع يهتف يقول الله، ما تطلع. واحد واحد قدام، موت موت حيا حيا، موت موت حيا حيا، طالما البلد ماشيه كده ما في حل. دي ما غلطك خلاص، الناس شايفهم ديل لو مسكوا الدوله الان ما مسكوها ولا قعدوا فيها، الان قاعدين ساي حراميه. ديل لو مسكوا الدوله يعملوا لك شنو؟ والله بيأذوك وبدمروك وبيبيدوك على بكره ابيك، بينتهوا منك، بيكملوك. دي الحقيقه، بيكملوك. الناس دي اللي عندها اخلاق ولا عندها دين ولا ناس بتعايشوا معها، الناس دي ما عندهم حاجه، الناس دي عنصريين غزيرين، الناس دي انت مله وانجس مله، دي ما ناس اخلاق. جو دخلوا الجزيره مشوا لحكم، مشوا عشان يطبقوا حكم، مشوا عشان يعملوا عداله، مشوا للسرقه. جيب عربيتك، جيب عربيتك، جيب ذهبك، فض الدكان ده شيله، فض القروش ده شيله. دي علاقات شنو بالدولة المدنية، وعلاقات شنو بال 56، وعلاقات شنو بالفلول، علاقات شنو؟ طلعوا الناس من بيوت، علاقات شنو؟ ديل ما ناس، ديل كلك ما في، اللي بيقول لك ما بتأذي بتأذي كذاب، كلنا حنتأذي، السودان كله حيتأذي. عشان كده دي بلدنا. ما تقول لي برهان غلطان، في شغل غلط، في شغل غلط. الناس ما دايرة تقتنع عنه، في شغل غلط. الناس ماشية بشغل الغلط، في شغل غلط، الخطة غلط، الكلام اللي لسه منتظرينه للآن، لما يتجمعوا ولما تجون الإمدادات ولما يجوا من برا ويتجمعوا ويجهزوا، يقول لك الاستخبارات متابعة، ولما يتجمعوا والاستخبارات متابعة ولما يهجموا. دي ما خطة، والله دي ما خطة، أقسم بربي الذي خلقني دي ما عندها علاقة خطة بالعسكرية. سألنا قاعد استضيف معاشيين قدام في التيك توك بزالهم، دي خطه؟ بقول لك دي ما خطه، دي ما خطه. الدفاع في الاول ما فيه حاجه، كلام 100 100. لما ندافعوا في الاول احنا كلنا شدنا، قلنا تمام فعلا ده الصح. ليه؟ لانه احنا كان ما جاهزين، القوه بتاعتنا بسيطه، وكان عندهم محتلين البلد بالغناصين. عشان كده اي حركه ليه متحرك بنحكم عليه بالاعدام. هنا الخطه الخندقه هنا صح. طيب الخندقه دي حتستمر 9 شهور بعد ما تنتهي منهم، والغناصين ديل يقلوا ما في الا 2 3، ولا في الان ولا في مضادات، حتقعد جوا كده تنتظر؟ لا، هنا 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 غلط، هنا كده تبقى خصم عليه. بتجي مرحله من صفات الغايد الغايد التمام الشجاع الغايد الفاهم، اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. الوقت المناسب عدى، والقرار المناسب عدى. عدى مرتين، 3 مرات، 5 مرات، 10 مرات. عشان كده بتعمل لك اثار سلبيه، بيجيك هزيمه. مهما كان انتصارك طالما ما اتخذت القرار بتاع الحسم في الوقت المناسب، هنا بيجيك هزيمه عكسيه. ليه؟ لانك فوتت الفرصه تحت الانتصار. الناس زي كانوا في اضعف اوكاتهم في الخريف، لا عندهم امداد، حاجه من ربنا ما منعه، ولا وقف وقف الليون، ربنا قفل لنا جاب الخريف، والناس دي اللي وقفوا مفروض في الخريف ينتهي منهم، يدمرون. شفنا بعيننا ما عندهم اي حاجه، انتظر، اشتغل بمزاج، بمشوا هنا مفاوضات، بهنا كده يضغطوا، ادوا تليفون، ما تقل الطيران، تقلل الطيران، الناس دي بعدين بيدخلوك المحكمه، وهو هناك بيرجي في كبكابه. خلى الخريف انتهى، والقرار المناسب وقته مشى. حتيجي تشهد ثاني امواج، وحتشهد ثاني لما نجي ننزل المتحرك، ثاني المتحرك حينضرب كامل، حينضرب كامل، حيكون عوق الجيش، حيكون عوق اولاد الناس، حيكون ضحى باولاد. ودي الحقيقه، لانه البلد دي كانت، الناس ديل كانوا شويه ممكن انتهي من الغناصين ديل، ممكن اشتغل معاهم شغل، ممكن. لكن الان بعد ما بدوا يهاجموا وجوك ال7000 بتاعن الضعين وال35000 بتاعن دير، تاني ما حتقدر تنشر متحرك، لانه دير اول حاجه عملها في مدن شنو؟ غناصات اثيوبيات.
اول حاجه عملها في مدني الغناصات ودوهم بو اثيوبيات خلاص كده كده عشان تجي تحرس لي وتجي تقف لي برا ودارين ننظف ودارين ننظف الغناصين والعمل الخاص والعمل العام دار لا سنه وده لصالح منه؟ لصالح دويلة الشر ولصالح القحاطة ولصالح البرهان. برهان قاعد ما شاء الله نايم صاحي شارب قهوته وماكل لقيماته قاعد اموره طيبة اولاده برا كل ما يومين ثلاثة يقول لك ماشى قابل برا ياخذ له فزعة يا اولاده. الشعب السوداني ما يدرس ما يدرس يدرس ليه؟ الشعب السوداني يقعد كده ولا رواتب ولا أي حاجة الناس تموت من الجوع. تموت من الجوع الناس لا رواتب ولا حاجة ولا دولة ولا شيء دي الحقيقة أنا ممكن أديك الليلة انتصرنا دقيناهم وحنقول بعد كده ما كنا بنطلع بنقول لك انتصرنا ودايرين الآن 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 تاني بنعيد لك نفس الفيلم الزمان نفس الانتصارات الزمان تاني بنجي نقولها لك الليلة جغمناهم في المدرعات وجغمناهم في المهندسين وجغمناهم تاني حنشتغل معاك تاني اسبوعين ثلاثه الناس زي كده حينتجغم وحنا كل يوم حنجيب لك وحيزيد الشغله تاني حنجيب لك البسبوسه حتكتر ما في داعي الان للبسبوسه دي ما خلاص زمانها فات انت دار تجيب لنا تاني بسبوسه جديده ما دارينا احنا دارينك تنتشر احنا دارين الجيش ينتشر مهما كانت خسائر السيء مستحيل تكون زي الخسائر بعد ما الناس زي اللي يجون امدادات وتجون كميات كبيره من برا مستحيل احنا الان واعيين عارفين لكن اللي بيفهم الفوق شنو انتوا دايرين انتصارا من لنا الخرطوم دايرين انتصار وقفوا الحركه من اي مدينه لمدينه ما في ممنوع المدن الان الخرطوم دي ما في تتحرك ليها ولا الولايات ذاتها كل زول يقعد في مكانه الولايات الامنه ما في زول يتحرك كل زول يقعد في مكان انت الان بتسمح اول حاجه طابور خامس يدخل الولايات الامنه جنجويد يدخلوا الولايات الامنه وبالبساط وانت شاهد عليه انت بتدي فرصه مجال لانه البلد كلها تحرق بإجازة اسود وانت قاعد ده عدم فهم ده عدم فهم كبير جدا ده عدم فهم ما فاهم انت يا خامش يا خامش امش يا برهان يا خامش اختانا اختانا انت والله ما العيب في الصادق الناس اللي بيقول لك الصادق دل 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 ما عندهم حاجه دل الناس تافه العيب في العين الصادق العيب ما في مدير المكتب ولا في الناس المستشارين العيب في ابو كبير العيب في الناس اللي قاعد فوق اللي ما قادر يشيلهم الناس عين للفيل وبتطعم فيه ظله عين للفيل وبتطعم فيه الظل حقه لا لا عشان كده الناس تكون واعيه والناس عارفه الناس تتكلم الصح تتكلم الحقائق تقول الصح كل صفحه دارينها تكتب واحد واحد هاشتاج المقاومه الشعبيه الحلل الوحيد الحلل الوحيد مقاومه شعبيه مبكي القحاطه مبكي الجنجويد مبكي المجتمع الدولي مبكي العسكر فوق والله فوق ما بسلحون عديد مشوا الليلة اللي بتاع مروي ما أبقى لهم ما عندنا سلاح مشوا ليه ما عندنا سلاح متجرسين عديد كده لكن احنا بالمقاومة دي ولو بعكاكيس البلد دي بتتحرر ولو اتحررت والله ما جزء منها والله العظيم ما جزء منها وكتاب من خلق السماوات والارض ما جزء منا ولا بتقعد فيها يوم يا برهان ولا معك دي حاجه تخطها في راسك ده لاننا نحن اتعذبنا منك انت اكثر من الجنجوي لولاك انت والله ديلك انتهوا زمان لكن انت لانك ما عندك حاجه لانك مجبور لانك محكوم لانك فارضين عليك لانك ليه برا ما ليه جوا اديني يوم طلعت للشعب ده قلت يا الشعب خاطبت الشعب ده كده قلت بفم مليان للشعب السوداني اديني يوم طلعت خاطبت المستنفرين اديني يوم طلعت قلت لهم حب ما في بتخاطب برا رسائلك برا تمشي تخاطب العساكر لما تحس بهم في كده وتململ تمشي تكذب عليهم ونحنا ونحنا ولاخر ولازم ونحنا وما حنمشي اللي يطلعوا وما حنمشي اللي يطلعوا وما وكذب ساي ونسى قلت جدتي ما بتمشي اللي يطلعوا مشيت والله العظيم قلت جدتي والله ما تمشي اللي يطلعوا مشيت قلت هنا ما بتمشي اللي قاعد ولا نايم مشيت ما عندك كلمه ما عندك مصداقيه مصداقيه ما في عشان نصدقك نحن ما في ما عندك اي مصداقيه لينا صورتك بقت مهزوزه
ودارت هي سلطة القوات المسلحة معك. انت بالنسبة للقوات المسلحة الان انت خصم، والله العظيم انت بتخصم من تاريخها وبتخصم من هيبتها وبتشيل انتصاراتها. انت ما عارف الكلام ده؟ والله دي الحقيقة. ريحنا وريح الشعب وريح المؤسسة العسكرية يا خامعيش. يا اخي ربنا ابتلانا بيك، اقسم بالله العظيم انت انت برهان ما عندك حاجة، ما عندك شيء. اخر خطاب ليك ما في زول قال لك الله اكبر، ما في زول رفع يده وقال الله اكبر ساي، ما في. ليه؟ لانه كيسك فاضي، لانه الدنيا دي كلها عرفتك. انت دار تقعد ببشمت، انت دار تقعد ببشمت وفينا الجنجويد وبشمت وفينا بشمت، دي ما بتقعدك والله، بشمت ما بتقعدك، نحن ما قحاطه بشمت دي والله، ما تاكلك ترمس معانا، احنا بتتقعدك قراراتك، اللي بيقعدك كلامك الحار، اللي بيقعدك مواجهتك للحقيقه، انه الامارات دي لو ما اخذت لها علقه ساخنه ما بتوقف الكلام اللي بتعمل في ده. مستحيل دوله، احنا لما كنا دوله هي كانت عباره عن ست حظاير بتاع الجمال، تيجي تتحكم فينا نحن وتقتل اولادنا نحن وتدخل السلاح وعينك يا تاجر، وانتوا ما قادرين تطلع تدين تفتح قدومك ده، ما قادر تفتح خشمك ده الدين، ما قادر تتكلم، ما قادر تقول كده، ما قادر. افتكر ده الضعف بتاعك ده، حتنقله للشعب السوداني، حتنقله للمؤسسه العسكريه، حتنقله لكل الناس، لانه ده اسمه ما عنده اسم ثاني غير الضعف، ده اسمه ضعفي وهوان، ده اسمه ضعفي وهوان. عشان كده الان احنا محتاجين الوعي، واحد واحد القيامه قامت، واحد واحد قول لك شارعك، شارعك بندقيتك سلاحك الناس المستنفرين وشارعك، اصله بلدكم دي تبقوا على عشره، ما عملنا كده والله نفقدها، والله تتباع في سوق الله اكبر، والله نلقاها مبيوعه، والله انا نلقى بيت وانا نلقى مأوى وانا نلقى حاجه نلقاها اتباعت. انا بقول لكم الحقيقه، الحارس من برهان ده بلد والله وطاطه اصبحت والترابه في خشمه، الزول اللي بدك افعاله بتتكلم عنه، الجواب فيك عنوانه، عنوانه هدوه قدامك طياره اماراتيه نازله، سلاح بيجيبوا لهم من برا، مدرعات اماراتيه، كله اماراتي، ولا بيطلع يتكلم ولا طلع سوى. هذاك معسكر في جنوب ليبيا كميه اكثر، قلت لك من 35,000، 35,000 هسه بيتخرج، ويومين ثلاثه بتلقى بيصوروا لك بيقول لك الناس زي اللي تخرج، هيجوك هيجوك، بيدخلوا والله كذاب، يقول لك والله بيدخلوا، والله بيدخلوا. انا بقول لك الحقيقه، بقول لك الحق، ممكن اطمنك اديك واقول لك والله ممكن، لكن من بعد ما الجزيره دي وسباعوا الجزيره وبتمن بخس، اقسم بالله ما تتوقع منهم الا الشر، ما تتوقع منهم خير نهائي، مستحيل. جيش قاعد وطيران قاعد وجميع الانواع، سيخوي، الميج، الانتينوف، الكي 8، التركي، جغمدار، كله قاعد يمشي يتحرك من الخرطوم يصلي مدني، وطيران ما يقوم، اقسم بالله عماله، وفي العماله، عماله العماله، ما في ده شغل بتعليمات، حتتفاجأ يوم من الايام وحتقول انا قلت لك، دارين بلدنا هذا المخلوق يمشي خلاص، المخلوق ده فرصه انتهت، واحد واحد برهان برا، اول الطريق الصحيح الحسيني برا، ده الطريق الصحيح، اول الطريق الصحيح عشان انت تنتصر والشعب كله ينتصر وعشان الجيش يتحرر، قسما بالله الا برهان يمشي والحسيني يمشي، لانه ديل التقالات الفرمالات حقت الكيان اللي بيدعموا الان بيجيبوا السلاح وبيجيبوا اي حاجه، بدون ما الاثنين ديل يمشوا دولتك ما في. لا تسمع كلام المصفاقين المطبلاتيه الناس اللي عاملين فيها، لا لا، المشكله ما في، مشكلتنا هو فوق القرار، المشكله التكتيف، المشكله الشغل السياسي الغزر، المشكله الوعود، المشكله الارضاءات اللي برا، المشكله الجبان، المشكله الخوف، دي الحقيقه. هذا اسرائيل بتقتل في غزه، العالم وين؟ اقسم بالله العظيم العالم وين؟ حقوق الانسان وين؟ والله انا اركب الطياره دي ادوسهم هناك في اهلهم، والله ما خلفون نفخ النار، ده ما بلدنا، الناس دي اللي بيجوا يسرقوا وينهبوا ويشيلوا بيوتهم،
الناس ديل بيجوا عدينا زي الوظيفة، يجوا من هناك يشيلوا ولقطوا بيوتنا وانتهكوا واختصبوا ويرجعوا، والدولة قاعدة تتفرج، قاعدة تعاين تتفرج. لبتين لبتين تقول لي حيعمل ده ما بيعمل، ده ضعيف، ده زول مكتف، ده ما بيقدر يعمل حاجة، ده عبد المأمور، ده ما يقدر يعاين للشعب السوداني، ده برا، ده بتلفون من وزير خارجية بيرجف بيرجف. دي الحقيقة. حارس ما عنده حاجة، الآن برهان برا، ده الغدار، لا لف لا دوران. أهلنا قاعدين الآن بيموتوا كل يوم، وكل يوم اختصابات وقتل وموت، وقاعدين وهو قاعد يتفرج، قاعد يتفرج، نكتف الجيش قاعدين ياكلوا ويشربوا وقاعدين. وهنا فتشوا لجيشهم بتاع الدولة السودانية ما لاقينه، ما لاقينه. خلاص انا الاقي الجيش 200، الجيش انا ما لقيته واسع، القى 200، القى ثاني 200 بعد ما الامن والامان يجي، بعد ما نموت كلنا، بعد ما البلد تتدمر، بعد ما نسترق، بعد ما يغتصب حرائرنا. ما دايرك، ما دايرك، ما دايرك تاني اصله، ما دايرك. لو بعد ذاك انا ما دايرك، دي الحقيقة. مستحيل الآن جيوش في العالم جيب لك جيش بيتفرج على شعبه وهو بيغتصبه وبيسرقوه ما في، ما في، ما في ولا حصلت. مستحيل الجيش السوداني يقعد يتفرج وقدامه بيغتصبون الحرائر ويشردون ويكتلون وهو قاعد يتفرج ويقول لك دي خطة. خطة مين؟ دي ما خطة، ده خوف، ده جبان، دي الحقيقة، ده جبان. لو كانت أولادك جوا وكانت مرتك جوا وكانت بنتك جوا، والله كنت خط النار، والله العظيم كنت خط النار. لكن كل زول سفر أولاده، وطيران قروش راقدة، طيران راقد سفر أولاد الناس المساكين الفتوا عديلة. لا طالبوكم بقروش، ولا طالبوكم برواتب، ولا طالبوكم بالعكس، ازرعوا في الحواشات ويأكلوا فيكم، والآن قاعدين تتفرجوا عليهم. وجيك يقول لك والله برهان كاهن، احنا العيب ما في برهان، العيب في الخروف، العيب في النعجة، في الناس اللي ما فاهمة، الناس الغزرة، القطيع. دي مشكلة السودان الأزلية وحتفضل مشكلة السودان ليوم الدين، القطيع، القطيع، الناس اللي ما بتفرق، الناس اللي ما فاهمة وطن يعني شنو، الناس اللي ما فاهمة مسؤولية، الناس اللي ما عارف المسؤوليه يعني شنو. الانسان لما يطلع يتكلم ما بيتكلم عشان يدافع عن السلطان، ولا بيطلع يدافع عن الغرار، بيطلع يدافع عن المواطن المسكين، بيتكلم بصوت الناس. اديني مواطن الان بيقول لك برهان ده يقعد ما في، اديني مواطن الان بيدعو على برهان بالخير ما في، كلهم بالشر. اي سوداني الان والله بيدعي عليه بالشر، وصلوا له قول له الكلام ده، فهموه، فهموا. ما تقول لي والله انت كده تمام، والله انت كده ممتاز، انت كده مساعد في الفساد ومساعد في الموت ومساعد في اي حاجه، لانك طبال، طبال عديل. دي الحقيقه. الان البلد كلها الناس بيدعوا على برهان. اي زول عارف العله وين جيب، اي زول يقول لك العله برهان، العله منو، العله برهان، العله منو. ما تقول لي والله الناس ما فاهمين. اديناك مساحتك، اديناك زمنك، اديناك خطتك، اديناك اخذت راحتك 9 شهور، دايرين نشوف نهايه، ما لقينا لنا حاجه، لقينا احنا شغالين ساقيه ساقيه. وبالعكس حميدتي اللي جمع البرهان ما لقى مع حميدتي، الجنجويد اللي جمع البرهان اقسم بالله ما لقوا مع حميدتي، الحمايه اللي وفر لهم البرهان والله حميدتي ما وفر لهم. يا توبتين بيحلموا بنيالة، ويا توبتين بيحلموا بالجنينة، ويا تيوم بيحلموا بزالينجا، ويا تيوم بيحلموا بولاية الجزيرة، ولاية الجزيرة. تمشوا لحمتي في المقابر زالوا، يقول لك بتحلم؟ يقول لك ما بحلم. ولاية الجزيرة والله يقول لك ما بحلم. يسلمها ليه وانت تجيني ده ساعة، انت تقول لي ده يقعد، يقعد وين؟ يقعد وين؟ يقعد وين؟ وين يقعد؟ بياتوا منطق يقعد، بياتوا اخلاق يقعد، ما في يقعد. خلاص برهان انتهى، اخذ فرصه، انتهى الوقت، ما عنده حاجه. برهان لو جبت لنا ناس قاتلته لنا بكره وعملت لنا جغم وتطورت لنا صفر ما دايرين.
لو تاني جبت لنا الجغم بتاع المدرعات وهجموا دغمناهم ما دايرينك، لو شفت عملت لنا ما دايرينك، خلاص ده موضوع انتهى حسيم. الان ما مفروض نشوف لنا جغم في الخرطوم، الان ما مفروض نشوف جغم في الخرطوم من المتمردين دي، الان يتلقطوا بس في الخرطوم دي، يتلقطوا بس. قصة احنا جبناهم الليلة انتصرنا في المدرعات، بعد كم 9 شهور بعد ما وقفوا 4 شهور الليلة يجوا المدرعات، ده انتصار ليهم هم مالك انت، والله العظيم ده انتصار ليهم، كونوا الليلة بعد 9 شهور الليلة واربع شهور واقفين وما جوا الليلة يجوا المدرعات، والله ده حياة ليهم. لكن ده ما انتصار لك انت، انتصار لك انت كيف؟ بياتوا منطق 3 دبابات ما شات، من وين الدبابات دي؟ دبابة لو ماشية في السارع بتعمل سيك 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 في الضعين بتسمعها، تجي لما انتصر المدرعات جوا وتضرب تقول ليه احنا انتصرنا؟ يا اخي معقولة؟ الله يدي العافية ويدي الوطن العافية. واحد واحد شارعك، واحد واحد المقاومة الشعبية، يا هل امان للشعب السوداني، ويا هل خلاص من الفساد، ويا هل خلاص من النفاق، ويا هل خلاص من المحاور، ويا هل خلاص من العالم الخارجي. المقاومة الشعبية ما في غيرها خلاص لنا. المقاومة الشعبية يا هل بتخلينا نجيب وطننا، المقاومة الشعبية يا هل بتخلينا نختار، المقاومة الشعبية تاني ما في فاسد بيقعد، ما في فاسد بيقعد، خلاص. الله يديكم الصحة والعافية وبإذن الله تعالى منتصرين. واحد واحد كلك شارعك، واحد واحد كلك شارعك، الله يديكم الصحة.